مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام. ثنائي اعلامي بيجمعهم 12 سنه حب وجواز ونجاح. هو الصحفي المخضرم اللي ما بيقبلش غير يكون رقم واحد، مهما تختلف معاه ما تقدرش تنكر قوه قلمه وسطوع كلماته. عمل صحافه خاصه جديده في وقتها، تعب المنافسين في محاولات انهم يلحقوا بيه. ده ضيفتنا اعلاميه عصاميه بنت نفسها بنفسها وحجزت مساحه في كل بيت مصري. بدات من الصفر ووصلت للي بتحلم بيه باحترافيتها ومهنيتها، واختارت لنفسها مكان خاص محدش بينافسها فيه. ضيوف النهارده الصحفي والكاتب والاعلامي الكبير خالد صلاح، و مدام خالد. ايوه بحب الاعلاميه. ما احنا هنتكلم في ده دلوقتي. شريهان ابو الحسن او شيرين، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا عم. منورين الاستوديو. ربنا يخليك، كل سنه طيب وكل الساده المشاهدين. يا رب شهر كريم ان شاء الله، ويا رب بالخير عليكم وعلى بلدنا كلها. امين يا رب. طيب خالد، اولا مبسوطين ان احنا معاك، و وديكور حلو قوي، استوديو مريح، والكنبة عجباني. لا يعني احنا ممكن نلفها على فكره. لا بجد 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 يعني استوديو حلو قوي ومريح، والسفره كمان الجزء الثاني اللي احنا هنروح له ده برضو. ده انت داخله على طمع. جاي نتسحر يعني. طيب رمضان بالنسبه لكم ايه بقى؟ والله زي اي عيله مصريه يعني. الشغل الصبح، انا اولا بحب رمضان جدا جدا في الصيام، وعلى عكس الشائع لدى الصحفيين والكتاب انه الصبح بتبقى الدنيا تقيله والناس ما بتصحاش والكتابه صعبه وكده، انا لا، انا رمضان صحيح. بيعمل لي حاله انتعاش، دماغ كده فاني يعني كده، ببقى مبسوط في الصيام يعني، والاجواء بتبقى اكتر يعني. طب انا معلوماتي انك انت يعني بتصحى متاخر في العاده، فما بالك برمضان؟ شير اللي ترد على ده، شير اللي ترد خالص. بجد خالد نومه قليل جدا جدا يعني. انا عايزه اقول لك انه بيفضل متابع الموقع لحد مثلا 4 الصبح. طيب وبيصحى كام؟ والساعه 8 يعني ممكن ينام الثلاث اربع ساعات دول. لو نامهم متواصلين تبقى حاجه عظيمه قوي قوي يعني. ساعات بشك مثلا وخد منوم مثلا. مره لما رحنا زرناه انا وزميلي نشأت الديه، قال لنا 12، فنشأت كان عايز لا 12 دي هو بيبقى عامل مشوارين قبل كده بره الجورنال. انا قلت بينام بقى. لا 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 لا. انا عايز اقول لك كنت عايزكم تتفاجئوا بالمقر من غيري في الاول يعني. لا حاجه هايله، واحنا عمرنا ما ننسى يعني الجمال اللي احنا شفناه، والمهنيه والمؤسساتيه اللي احنا شفناها في اليوم السابع. ومناسبه اليوم السابع طبعا تجربه جميله وتجربه رائعه. ايه اقصى طموحك للتجربه دي يا خالد؟ والله طبعا احنا التجربه يعني واخده شكلها المحلي بقوه، واخده شكلها العربي بنصف القوه. احنا ما عندناش يعني، افتقدنا من زمان جدا الصحيفه المصريه اللي ممكن يكون ليها تاثير عربي واسع. احنا لينا تاثير عربي، لكن لسه مع دوائر السياسه ودوائر الاقتصاد ودوائر المصريين في الخارج، لكن مش في الارض. كل ما اطمح اليه ان شاء الله ان الجريده يكون ليها بعد عربي اقليمي كبير، ثم الدوليه العالميه. وعندي طلب تاني، نفسي في حلم، بما اني ورمضان وبدعي ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار، يا رب يا رب تجيب اجل اعلانات الفيسبوك وجوجل. يا رب يا رب. الفيسبوك انا لما بقول الكلام ده انا كلمت البرلمان ووزير الماليه وكل الناس. يا جماعه فيسبوك وجوجل بيسرقوا الصحافه المصريه والمواقع المصريه، بيسرقوها فعلا فعلا. 70% من الفلوس رايحه لهم، فربنا يا رب يجيب اجلهم. وقدمت يعني غير الدعاء كده، وانك انت بتروح تكمس السيده عليهم يعني. والله قدمت العظيم. قدمت طيب حلول للموضوع ده؟ والله قدمت، انا مقدم مشروع. خد بالك كلامي ده، وشيري عارف احنا متابعين الحكايه دي من زمان، لان احنا بنسافر وبنروح جرايد اجنبيه وبنشوف. اندونيسيا طبقت قوانين تخص مقاومه اعلانات الفيسبوك، لان هي بسهوله جدا. انت النهارده الراجل ده بيفتح، ما بيفتحش حتى مكتب اقليمي، انت من خلال الانترنت بالفيزا بتاعتك تقدر تحط اعلانات تغرق بيها السوق المصري ب 3 سنت و 4 سنت، لانه الباشا لا بيدفع ضرائب ولا عنده عماله ولا بيقدم منتج ولا محتوى ولا اي حاجه. للاسف للاسف مش متنظمه. لازم تتنظم. اندونيسيا نظمتها، اسبانيا نظمتها. طب انا اقول لك على حاجه، اكتشفوا في لندن السنه اللي فاتت انه فيسبوك دافع جنيه و40 بنس ضرائب.
طبعا جابوهم من رقبتهم بس دي بقى دفعوهم يعني دفعوهم طبعا ضرائب. لازم يتفرض ضرائب على الاعلانات مش على مستخدمي الفيسبوك لان بعض الناس عشان تضرب لي الفكره يقول لك ان انا ده كل واحد بقى عنده حساب يدفع له 10 جنيه لا ويا ريت كنت تدفعها للجرايد احسن لكن لا الضرائب على الاعلانات هو يدفع والمعلن اللي بيدفع بالدولار يدفعه كمان ضرائب. طيب احنا يعني هنرجع لليوم السابع بس خلينا بست الحسن دلوقتي هو ده الكلام ايه مش كده هو ده الكلام تقول لي ضرائب ومش ضرائب اول اليوم السابع وليله رمضانيه وبعدين انت يعني انت مش جاي لوحدك شريهان شيري اقول لك شريهان ام ادهم ام ادهم حلو ام ادهم انا بحب ام ادهم ربنا يخلي لك يا رب وهنتكلم عن ادهم طبعا ربنا يخليه ست الحسن بقى التجربه اللي انت متالقه فيها طموحك الاقصى بالنسبه لها ايه؟ بص انا حاسه ان ست الحسن يعني عملنا فيه كتير يعني بقالنا فتره مستمرين فيه وبنعمل الفقرات الاجتماعيه القريبه من الناس ونماذج النجاح وستات الحسن حتى الجزء اللي علاقه بالمطبخ بقى ليه شعبيه كبيره جدا يعني كتير من الشيفات دلوقتي اللي بيبتدوا لسه او حتى اليوم رصيد عايزين يطلعوا ست طبعًا الحسن طبعا مطبخ البرنامج مش مطبخ البيت انا فاهم عشان طبعا تفتكر ان في هو في مطبخ في البيت ماشي لا اصل ما والله بخش يعني. المطبخ هو يعني ما اعرفش ليه بيقول كده بس بخش بجد لا شاي ولا بقى. طب في رمضان احسن طب والله في رمضان انا 30 يوم لازم اخش المطبخ وابقى موجوده يعني 30 يوم ايه ده احنا في 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 الفطار بتاع رمضان بشوفكم حوالي مثلا 20 مره فين ده يا عم لا ما بنخرجش كتير والله ده خالد على فكره ما بيحبش لا يفطر بره ولا يتسحر بره بالعافيه مين اللي كانت معاك لا طب في رمضان دي مرتين ثلاثه يا راجل يا مؤمن في رمضان لا بخش والله كتير هخلص بس الجزء بتاع ست الحسن يعني اتمنى ان احنا يكون عندنا جديد نقدمه الفتره اللي جايه بس حاسه ان انا محتاجه اعمل حاجه يمكن مختلفه غير ست الحسن بمنتهى الصراحه بس في نفس الجانب نفس الجو الاجتماعي طبعا والمتعلق بالمراه برضه والمتعلق بالمراه طيب بما احنا بنتكلم عن المراه دلوقتي خالد بس انا شايف ان شيري يعني تقدر تعمل فعلا حاجه جديده اكتر من اللي هي بتعمل لان هي الحقيقه باديه اخبار ما هي بدات اخبار وعملت برامج سياسيه جاده جدا فهي كومبو كده يعني مذيعة كومبو كان عندك برنامج عن الـ عن الـ عن الحاف اسرائيل او حاجه زي كده انا كان عندي برنامج اول حاجه عملتها مع اون كان اسمه اسرائيل من الداخل اسرائيل من الداخل بالظبط كانت حاجه قويه كده وتقيله يعني لقيت نفسك اكتر في البرامج الاجتماعيه طبعا هي اصعب بالمناسبه يعني انت يمكن برضو تكون عارف ده السياسه محسومه ومعروفه وعارف مين مع مين وممكن تجيب تعمل كروس فاير مع بعض لكن الاجتماعي دايما الناس بتلاقي شويه خجل تلاقي شويه صعوبه في انهم يتكلموا عن قصص اجتماعيه تخصهم قوي فده بيرهقنا في الاعداد بس بيبقى ممتع يعني انا عايز اقول لك حاجه بخصوص برنامج ده عم انا كنت قلقان في الاول لانه شيري جد جد وقلت بقى ايه البرامج بتاعت المراه دي عايزه بقى عارف انت الحاجات اللي هي كده كده والنميمه وهل لك تجربه قبل مش عارف ايه والحاجات دي فقلت طب البت دي هتعمل ايه عيني دي غلبانه يعني دي جد وبتاع بتحب القضايا تروح لنتيجه فقلت بس الحمد لله والله يعني السكسيل اللي واخده البرنامج محسسني لا انه المشاهدين في مصر لا بيتعاملوا مع الحاجات الجاده بشكل كويس مش بس فكره النميمه وقله الذوق او انك تسخف على الضيف او تجيب واحد يشتم واحد والجو طب انا ملاحظ انك انت بتكلم يعني كده بحب عن البرنامج وعن شغل هو شيري هو اللي اقنعني يعني لا انا بحب صاحبه البرنامج فبالتالي بحب اكيد بس ده مش خصم من حياتكم الخاصه لا ما حصلش بصراحه سيبك من انه شاي ولبن بس في البيت بس دي ملهاش علاقه بالبيت لا اصل انا بحب الجبنه فما فيش يعني هو ساندوتش خلاص طب والمسقعه والله المسقعه طب الكبده الاسكندراني طب اكتر طب الشكشوك ايه ده ده كله نظري ولا عملي فعلا لا والله ايام الجمعه ايام الجمعه بقيت في رمضان ورمضان طبعا رمضان بصراحه يعني طب بس احنا البيت عندنا في رمضان مش 30 يوم عزومه خالد حبيبي وهو نازل من الجورنال يلاقي بيجيب 3 4 لا بيجيب 5 6 انت ليه قاعد هنا انت بتفطر لوحدك ليه يلا شاري اعملي حسابك فلان علان جايين معايا ينوروا يا حبيبي كده يعني معتز عفتاح مثلا راشق عنده راشق طيب خالد ديكتاتور ولا استغفر الله العظيم زوج ديمقراطي جدا
ديكتاتور في البيت جدا. اه بيعمل لي كده. لا والله ما شافش الديمقراطيه ولا يعرف. انت بتبص لي ليه؟ بتبص لي انا مالي انا؟ عشان امزح جدا والله. بكلمك جد. بجد طبعا. وكل يعني اللي في السيد مثلا. لا بس المستبد عادل. المستبد العادل. المستبد عادل مش مش طاغيه. طب اديني مثال يعني بيبقى السيد في ايه مثلا؟ يعني مثلا هقول لك لو انا بنده مثلا حد من البنات اللي بيساعدونا في البيت وخالد قال لها هاتي حاجه، فانا مثلا عايزه ابدي ملاحظه عن اي حاجه في طريقها وهي ماشيه. انت مالك انت؟ تعالي هنا. انا قلت ايه؟ لا ما تسمعيش اي حد، انا روحي خلصي حاجتي وبعدين ابقي اللي هو ايه. لا ده الصبح بس والله من 8 ل 10 الكلام ده. من 8 ل 10 اه اللي هو زي اي راجل في مصر زي اي راجل في مصر طبيعي جدا ان هو بيقوم الصبح. هي لسه مش لسه شهدالي دلوقتي قالت لك بينام الساعه 4 وبتاع. طب قايم الساعه 8 اه لازم يبقى معاه طالب حاجه فبقى مش ناقصه تفاصيل. فيعني بس هي دي. بتعملي له القهوه بايدك الصبح مثلا ولا؟ لا هو مش بشرب شاي بلبن او شاي بلبن. اه شاي بلبن وبعدين شاي ساده بقى عادي. اه بس يعني هو اي 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 زوج يعني بس طبعا مش في رمضان يعني. لا مش في رمضان طبعا. لا يعني بيتكلم عن الطقس العادي. الطقس العادي يعني اي زوج يعني مثلا انا اتمنى ان مراتي تجيب لي مثلا الشاي. انت متدلع دلع السنين. انت مش متدلع ولا انت مفكرنا ان احنا مش عارفين؟ هو انت مش متدلع؟ لا انا لازم العب دور المظلوم دلوقتي. مش عارفين ولا ايه؟ دي حبيبه قلبنا ربنا يخليك. فانت بتبقى يعني مصر ولا يعني بتبقى رغبه عندك انها تجيب لك الشاي باللبن؟ لا هو ما بيرضاش يتعبني. لا بالعكس انا عايزه اقول الحقيقه. هو اه ديكتاتور ورايه بس لا خالد ما بيحبش يتعبني خالص. يعني لو دايما هو بيقلق بدري اكتر بس ما بيحبش يقول لي قومي اعملي كذا. لا خالص. طب قولي لي بقى شيء يعني اي ست متجوزها حد ناجح ومشهور ومحقق يعني حاجات كبيره جدا هايله في الكارير بتاعه بيبقى في حاجات كده برضو يعني ايه بتجي لها لحظات تقول يا سلام يعني لو كان مثلا شغال دكتور ولا مهندس وراجع الساعة 2 البطيخة وجردان الأهرام تحت باطه وجاي يعني فين ده؟ ما فكرتيش في ده؟ حتى الناس اللي بتشتغل الساعة 2 بتنزل تشتغل تاني يرجعوا تاني ينزلوا الساعة 4. لا 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 أصلي نجاح خالد ما لا خالص ما أثرش على الأسرة. لا بالعكس خالص. بالعكس بيبقى في أوقات كتير يعني ساعات طويلة جدا جوه الجورنال. عارف خالد لما بيخش الجورنال بحس بتنديها ونديها يعني الوقت مهما عدى هو ما بيحسش بيه. بيفضل طول الوقت مبسوط مستمتع عنده أفكار جديدة طول الوقت عايز يطلع مواقع جديدة طول الوقت بيعمل اجتماعات مع الناس هو مبسوط وهو جوه الجورنال. ده طبعا بيقضي ساعات طويلة جدا ولما مثلا ساعة 8 9 ابتدي اقول له خالد هو انت لسه كتير النص ساعة ساعة واجي هو لسه هو ما أدركش انه الوقت جري وكل ده بس بحب ده. انا بحب حبه للصحافه وحبه للجورنال. طب خالد يعني شيري بتعمل 3 حلقات في الاسبوع اوكي بتشوف منهم كام؟ لا انا بشوفهم كلهم. انا طول الوقت في المكتب بس بوطي الصوت. بتضحك؟ لا يعني ما بتفضحش. لا يا حبيبي والله. لا انا بفتح في المكتب الحلقه اشوفها لابسه ايه بتاع مش عارف ايه لابسه عادي بس تبقى لابسه جيبه قصيره يبقى يوم اسود مش عايزه وانا على الهوا. هو يعني هو زوج غيور طبعا غيور جامد يعني جداً. لا ما هو في كلنا غيورين يعني انت عايز تتجوز واحده اسمها ست الحسن وقاعد مثلا عادي كده مفيش حاجه بتغزل بتاكل غزل عفيفه لا يعني لا بشوف طبعا انا بحب اون كمان يعني مع كل المحبه لتن يعني بس بحب اون كمان اكيد وبحب البرنامج وبحب نجاح شيري برضه وكده. طب بتدي لها ملاحظات وهي على الهواء مثلا بتبعت لها اس ام اس كتير جدا على طول على طول يعني طب انت بتاخدي رايه في مثلا في الموضوعات اللي انت طول الوقت اي حاجه برتبك عندها والله ما لسه عايز اقول دي حقيقه اي حاجه برتبك عندها ما بعرفش اتناولها من اي حته يعني ساعات في حاجات كده بتبقى غريبه فلا على طول اروح على طول وساعات لو حصلت حاجه على الهواء في الفاصل اقول له حصل كذا كذا انا صح ولا غلط بس انا ماليش وقت في التلفزيون زيكم برضه يعني انا احب الصحافه كويس انت يعني اه والله يعني انا البرنامج لا ما يعني متواضع انت والله جدا يعني انا حتى ان شاء الله هبقى طالع يوم واحد بعد كده ما احنا هنتكلم على التجربه الجديده ان شاء الله انتوا برضو انت طبعا ابن الصنعه في دمك يعني انت الجينات هي نفس الحكايه انا بسميها يعني بتنمو برضو في الاستوديو قول بتسميها انا بسميها حيوان تلفزيون حيوان تلفزيون اه بقول لها شيري انت حيوان تلفزيون عايشه انت لو طلعتي بره الاستوديو
يعني ما تجبريش يعني ما تنميش، لا حاجه رهيبه جدا. طب انت كنت مراسله في الاول يا شيخ؟ اقول له بقى مين علمني ابقى مراسله شاطر؟ اساله كده. يا بيه ده هو بص هو. احنا تعرفنا على بعض في فيديو كايرو. اوكي. فيديو كايرو دي واحده من كنت رئيس تحرير. كنت رئيس مدير اخبار. فهي جت لي بقى عيله صغيره كده عندها 21 سنه ولا حاجه. وطبعا لسه بقى يعني مدير الشركه دي قال لي خدها ادربها بس. طبعا قمر قمر فايه ادربها ازاي دي يا ربي. لا اله الا الله. المهم بدات ادربها. الاول كانت بتقرا الاخبار ازاي يا عم مثلا تديها ايه تديها مثلا تكست. فاقول لها ايه اقري حبيبتي كده وريني هتقري. حبيبتي من اول يوم كده. لا يعني باعتبارها بقى عيله صغيره. عيله صغيره. انا فاكره قلت له مستر خالد في الاول قال لي ايه ده وانت جايه تشتغلي في شركه كمبيوتر مستر خالد. ايه مستر دي انا من امبابه اصلا. اقول له كنت بعرف ايه. فتقول ايه مثلا اديها تكست وتقول ايه قال الرئيس المصري حسني مبارك ان الدوله المصريه ايه التقطيع ده؟ فين بقى على والله دلوقتي اسمع لسه خريجه اسمع شيري دي في الفويس اوفر. لا يعني سيبك منها مذيع. لا انا مش متخيل ان شيري كانت بتقرا كده يعني. لا كانت بتقرا كده خارجه من الكليه معيش شهادتي حتى لسه ما استلمتهاش. وبعدين كنت اكتب انا الستاند بتاع النشره في ليها. بعد كده بقت هي جن مصور بقت تقرا وتكتب ومش عارف هي وتنزلي في الشارع بقى لا لا دي هو اللي علمني بقى اللي بيقول لك انا مش بتاعت الكلام. لا عشان كده بقول لك انا عشان كده بقول لك المذيع الشاطر بيبقى يعني لو اشتغل مراسل هيبقى شاطر اكتر. صحيح صحيح صحيح, صحيح. يستفاد. لانه فيها الجزء الصحافه. بالظبط. زي مثلا انت كاتب وبتكتب وكده فتلاقيك انت التلفزيون اسهل عليك. صحيح. تقدر تجمع. انا لغايه دلوقتي انا يعني بنتهز اي فرصه ان انا انزل الشارع. انت اللي بتنزل. يعني وهي في النهايه هي صحافه التلفزيون. انا كنت مراسل. صحيح. في يوم من الايام يعني. صحيح. طيب ايه بقى اللي يعني اكتر حاجه بتعجبك في كتابات خالد؟ لما بيكتب حاجات إنسانية يعني. ما لسه كان هو كاتب حاجة قريب عن والدته وعن علاقته بحياته وهو صغير وشكل حياتهم كانت عاملة إزاي وإزاي كان فيها. أنا كنت بقول ما كناش عارفين إن إحنا فقراء. ما كناش عارفين. إحنا صغيرين. دي واحدة من المقالات العظيمة. صحيح. والله وأنا دي مناسبة كويسة في رمضان. هعيط. إنه إحنا تربينا في إمبابة عيلة بسيطة جدا وطول الوقت امي تقول ايه لازم ندي للغلابة. لازم ندي برحب. للناس الفقراء. لا لازم نطلع حاجات. لا لازم الصدقة. لا لازم الزكاة. اما كبرنا اكتشفنا ان امي كانت غلبانة جدا وانها كانت من محدودي الدخل وان هي عمرنا ما حسينا ابدا في حياتنا انه الست دي ست فقيرة يعني غلبانة. كانت عايشة على قدها يعني. كانوا مسطورين وحاجة عظيمة جدا. بورسعيد بقى ونلبس البنطلونين جينز فوق بعض بقى والقمصان ونعدي. لا هو خالد ده يقول لي كنا لازم نصيف يعني. طنط الله يرحمها كانت حريصة كمان على هذا الطقس يعني. ما كانتش حرمها من حاجة يعني. ونروح بقى ناخد أوضة وصالة بقى كده في العصافرة بقى في سيدي بيشل والحاجة. فكنت بتكلم على فكرة ايه؟ فكرة انه ازاي اهالينا علمونا الرضا بصراحة. صحيح. يعني علمونا نبقى راضيين ونبقى فرحانين. فالحاجات دي بتحبيها في كتابات خالد؟ انا بعشق بقى الكتابة الانسانية والحكي الانساني. طب بتديله ملاحظات يا شري؟ يعني مثلا انت المقال ده خالد ما تقدر كذا؟ لا لا ما اقدر حقيقي ما اقدر لانه ما بلاقيش فيه ملاحظات. ما بلاقيش بجد يعني. أوبا. خالد بيكتب معقولة؟ طبعا. أوبا. انا عايز اقول لك ان المقال ده فيه كم تليفونات وتعليقات ورسائل جات له على المقال انه ازاي المقال ده دخل جوانا قوي كده ولمسنا قوي وقال حاجات كان نفسنا نحكيها بس كناش عارفين نعبر. صح. لا ما بيبقاش عندنا. لا هي لقطه رائعه حكايه انه احنا كنا صغيرين بس ما كناش نعرف ان احنا كنا فقراء. صحيح. يعني ما كناش شاعرين بده لان صحيح. يمكن اهالينا كانوا بيجتهدوا انهم ما يشعروناش بده واحنا برضو المساله بالنسبه لنا ما كانتش يعني ورضا وقناعه. والله بالظبط رضا وقناعه. طيب بمناسبه المقالات انت كنت عامل المقال من فتره قريبه ابي كان ملحدا او حاجه زي كده. عن الطفل. عن الطفل. ايمانويل ايمانويل والبابا فرانسيس. دي حاجه عظمه بصراحه. وانا رايي ان دي قال له يعني بيسال البابا قال له هيروح الجنه ولا لا. هو طفل صغير بيسال بابا فرانسيس في احد اللقاءات دي في ضاحيه من ضواحي روما. بيقول له الولد يعني هو البابا فاتح حوار مع الاطفال فبيسالوه اسئله فالولد بيقول له انا مش عارف يسال الولد وعمال يعيط فخده البابا فبيقول له ابويا كان ملحد ما كانش مؤمن بربنا يدخل الجنه ولا لا. فالبابا الحقيقه بابا فرانسيس رد عبقري بصراحه. وقال له انه الاب اللي ودى اولاده اللي عمدهم وانه هو
ازاي رباك على انك تبقى عاطفي كده، ده يعني ربنا مطلع على قلبه وهيدخله الجنه ان شاء الله. يعني هدى الولد صحيح. وكمان ادى قيمه من قيم الدين انه الحكم فقط لله صحيح. ما لا شيء اخر صحيح. ربنا هو اللي يحكم على الايمان هو اللي يحكم على الكفر هو اللي يحكم على الجنه والنار صحيح. بس ودي حاجه صحيح. مطمئنه يعني اللي ما يكونش اللي بيحكم على ده بقى شيخ سلفي في اسكندريه ولا مش شرط في اسكندريه متطرف في عشان كتير سواج. ومتطرف في داعشي في حته تانية لا دول ما فيش حد يتكلم باسم ربنا صحيح. يتكلم باسم ربنا ربنا بس صحيح. طيب الشغل وال وظروف الشغل، واحيانا الانسان لما بيكون في منصب زي منصبك او يعني بيكون قيادي في مؤسسه كبيره بيتعرض انه يعني لضغوط معينه، مساله الواسطه مثلا. يعني انا اكلمك مثلا ونبى عم خالد هيجي لك من طرفي فلان يعني شغله، لو شيري بعتت لك حد علشان تشغله لا عادي. بس هقول لك على حاجه، انا ماشي بفلسفه ثانيه خالص. انا ماشي بسياسه انه قد يكون كل واحد عنده فرصه فمفيش حد كلمني اني ادخل حد الجرنان وقلت لا. ليه؟ لان انا بيبقى عندي بافر زون فتره كده اللي هو فتره التدريب. اقول له حاضر على عيني يتفضل يجي ياخد فرصته. قد يطرأ منه حاجات كويسه. وعايز اقول لك على حاجه، في ولاد جم بناس كلمتني طلعوا ولاد كويسين جدا جدا. يعني لو كان جالي لوحده كان، بس هو يا عيني متصور ان دي اللي مش هيعرف يوصل مش عارف يخبط على الباب. وفي ولاد جم عادي وكانوا خايبين، ولاد جم عادي وكانوا شاطرين جدا. بس اغلب الجرنان يعني القوه الضاربه في الجرنان هم اللي جم خبطوا على الباب لوحده وكانوا طلبه وقتها. يعني حتى هتلاقيهم معظمهم كلهم لما بيجي يحكي مثلا عن سنه جديده مرت على وجوده في اليوم السابع بتلاقيه دايما يحكي. انا لاحظت انه كلهم كانوا طلبه ولسه جايين من الاقاليم. انا عندي الاعمار من 29 سنه ل 32 سنه دلوقتي. لا ده هم دلوقتي متوسط دلوقتي متوسط. بص من 10 سنين دول قيادات الجرنان يعني ما انت عارف يعني. ايوه طبعا محمود سعد الدين راجل مدير تحرير 31 صحيح. سنه مش عارف ساره علام 29 سنه يعني ولاد كانوا 19 حسن مجدي هدى زكريا كله محمد اسعد هدى زكريا حسان سهام يعني كلهم ناس صحيح. كانوا عشرينات لسه متخرجين. ده صحيح. وانا لما زرت الجرنان طبعا يعني شفت ده بعيني وانا عارف ده يعني انا عمال اشوف بعيني حاجات تانية دلوقتي وانا واخده بالي برضه. ايه ده السحور؟ السحور بدا يعني هنروح دلوقتي ما تستعجلوش. بس في عمر الدين يعني هنحاول بيحب عمر الدين النهارده بيقولوا لي كيوي. ايوه سمعت حكايه الكيوي. طيب كويس بيخسس انت عايز تخس على طول طول الوقت عنده الهاجس. ليه بقى؟ عايز يبقى جان كده يعني على طول. لا هو جان يبقى انا بنافس على طول بنافس يعني مثلا دلوقتي ما هو يعني خلاص هو 35 سنه عايز ايه تاني؟ صح 32 لا 35 طيب خالد برج الثور. برج الثور يعني البرج ده معروف انه عصبي شوية أو حد في قراراته؟ لا مش عصبي بالعكس خالد مش عصبي خالص. خالد أنا نفسي يبقى يعني نفسي ساعات في أوقات يبقى عصبي يخرج الشحنة بس هو بيمسك نفسه كويس قوي. والله قوي عنده ثبات انفعالي. عنيد حبتين تلاتة. عنيد صحيح ولما بيثور بتبقى كارثة سوداء بتبقى مصيبة ما حد شوفه قدامه. طب أنا سألت خالد أو سألتك يعني موضوع الغيرة يعني انت بتغير على خالد قوي قوي طبعا لازم اغير عليه يعني انا ما بغيرش من انا بغير على على خالد مين علمك لا واثقه من نفسي انا ما بغيرش فاكر عادل امام بغير على واثقه ايوه طبعا بغير على طبعا بغير على طول الوقت طول الوقت يعني في وسط راسي عمرو والله مش عارفه اعمل ايه فعلا بجد فعلا. طب والغيره دي ممكن تعمل مشاكل احيانا؟ طب ايه نوعيه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ لا اتعصب كلها في الغلط كلها في يعني اصلا انا عارف خالد كويس والله يعني كلها هو فله وجميل وكل حاجه بس خالص. يا جماعه برضو ما انا ليه حق غير يعني ساعات في ناس كده بتدي لنفسها حق اكتر من اللازم وهو لطيف جدا طب جدا هو بيديلك الفرصه انك تغيري يعني ايه؟ يعني مثلا بتلاقيه مثلا يعني بيجامل على الموبايل على طول بيجامل الناس على طول لا انا بتكلم على المعجبات لا بيجامل بتكلم ناس لا مش قصدي يعني لا قصدي يعني هو خالد بطبعه لطيف يعني خالد
مع كل الناس، مع كل الناس يعني اي حد قيس على كده، اي حد طول الوقت لطيف ولسانه حلو، واخد باله انه لو قال كلمه تضايق حد او تجرح حد ده كبير قوي. اوكي. غيري خالص خالص. وممكن مثلا لو يعني يعني التقى مع فتاه ولا حاجه يرفع روحها المعنويه. إيه فتاة مثلا؟ يعني فتاه يعني ايه فتاه؟ لا والله هو بيعمل ده، خلي بالك هو بيعمل ده يعمله مع واحده زي ما هيعمله مع واحد. يعني اللي هو ايه 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 الاخبار ايه ما بتشوفكش ليه ما تجيش تزورني في البرنامج. لو كانت الواحده دي حبيبتي زي يعني لو كانت الواحده دي مثلا يعني حلوه موزة. شويه حلوه شويه طبعا هتضايق. طبعا ليه تتضايقي؟ ما هو بيقول لك انك انت احلى واحده، انت ست الحسن. طبعا انا موافقه بس بغير عليه بقى. مش من الشخص، بغير عليه على بالظبط كده. طيب نروح نسحر. انا بقى غيرت الراجل نار في الراجل. نار جايده. اتفضلوا نروح نسحر دلوقتي ونكمل كلامنا على السحور. اتفضل. لا لا هو ما قصدوش، هو ما شاء الله يعني ما شاء الله. وها نحن على مائدة السحور يا عم خالد. الله الله. لغة الأخبار. ده سحور، ده أفطار. لا ده غدا. عشان عشان بكرة نصمد كده. بس أنت بتتسحر الحاجات دي يا عم؟ مش والله عارفة يعني مع الناس الحلوة بس. لا نفسك تتفتح. طبعا. محشي كوسة يا جماعة. محشي كوسة. رز وتشيكن رول بالخضار. كبدة اسكندراني. كبدة اسكندراني. وحاجات ومحتاجات. قولي لي يعني خالد بيحب الأكل الدسم ولا الأكل هو بيحب الاكل؟ مفيش حد ما بيحبش بس الأكل. مش باين عليه يعني يعني مثلا ما عندوش كرش يعني يعني رغم انه كبر في السن وبقى عنده 35 سنه دلوقتي بس يعني ما عندوش 30 سنه من شويه. انا مبسوطه بالتنسيق اللي ما بينكم ده ما شاء الله. لا بيخاف جدا جدا والله. مهسهس طول يعني مفيش الوقت. حاجه كوارع فشه؟ لا ما بيحبش. لا 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 خالص. ايه ده بيبص لي اصل في الحته دي اخلاقه مش امبابه خالص. طب لحظه، لا له في الفشه ولا في. ممكن هو يجاوب؟ جاوب يعني. اتفضل. برده امبابه عظمه. بس انت ما لكش في الحاجات دي. لا انا بص انا ما بخرجش بره الجبن والبيض الاومليت. ايه ده؟ والله اول فرنساوي كده يا عم. لا والله حقيقي يعني انا لو ما اكلتش حمام محشي كل مثلا اسبوع مره لا بجد ما تحسبش من عمري. يوم الجمعه، يوم الجمعه في الايام العاديه بره رمضان لا بتشيل بتعمل بتجيب فطير وتحمصه قوي. اوكي. مع العسل بقى بالطحينه. يا لهوي فيكسر. عارف انت ايه لما هي تحمص الفطير؟ مش هي طبعا يعني هي بتشرب بتشرب على التوستر. طب بس يعني انا قلت ده بقى بيبقى ايه؟ بص عارف انت ما تعملكش محشي مثلا بتبقى متمني ترجع للفطار. لا ولا ما هو بس هو ملوش فيه. يعني هو مش من لا بحب الكشري. الرجاله اللي هم بحب يعني الكشري. انا بحب الكشري. طيب اخيرا يعني الفطير المشلتت طبعا بحبه جدا جدا. ايوه كده خالد انا كنت يعني بس مش ما اتصدمتنيش مش بشكل دائم ناكله. يعني الصبح مثلا باكل في الايام العاديه باكل فول من غير عيش ولا اي حاجه. طب بس احنا ايه ده احنا ما ناكل؟ لا طب لا ده مش لا يمكن ده يعني هعطش وهتبقى ننقنق هعطش وهدعي عليك. انت بتحب لا انا هاخد جبنه. جبنه؟ طيب جبنه كتر الف خيرك والله. خد انت الكبده وناخد احنا الجبنه. طب وانت مش هتاكلي جبنه؟ هاكل طبعا جبنه وزعتر وحس. لا وكبده كمان. بحب الكبده قوي انا برضه. اتفضل يا باشا حبيبي. هو خالد ملوش طلبات عظيمه وكبيره في الاكل. هو راجل بسيط جدا ويحب الحاجات خام. يعني الفراخ فراخ
يعني ما تقوليش كوردون بلو لا لا ما يحبش الحاجات دي خالص لا لا انا ايه لحمه لحمه والفراخ فراخ زي ما الكتاب بيقول طب كويس يعني اصلا انا يعني قلت ايه ده جبنه مش عارف والله ما بس معظم الوقت اجيب لك حاجه معظم الوقت اكله بسيط عشان بيخاف برضو ايه يدخل الا بقى بعض الاوقات يقول لي انا هاكل النهارده حمام بس دي حاجات بعيده يعني ما بتتكررش بس الحمام يعني في رمضان مثلا هقول لك في رمضان شوربه بصل بحب شوربه البصل قوي طب انت بتعرفي تعملي حمام لا حمام لا انا اعرف اعمل كل حاجه ما عدا حاجتين المحشي والحمام المحشي ده صعب قوي عليا يعني بحس انه غلبه الملوخيه لا ملوخيه لا شيل انا هقول لك التميز شيري ولازم انت ونشأة دي تيجي تتعشى او تفطر عندنا لازم وانا قولينا انا ونشأة دي انا اجي انا واولجا اولجا طبعا في ايه ده انا هظبطها ودانيال ودانيال دانيال حبيبي المسقعه من ورا العقل مكرونه بالبشاميل من ورا العقل كوسه بالبشاميل من ورا العقل بس عادة مش ده طقس يعني ايه دي مثلا ايه كل 20 يوم لما نفكر نعمل ما هو انت ما بتدينيش فرصه يا خالد بس هو الراجل طول الوقت عايز يعمل دايت وعايز ياكل اكل صحي وعايز ياكل زيت الزيتون احنا ما بقاش في عندنا في بيتنا اي حاجه غير زيت الزيتون هو طول الوقت قلقان على انه يملى او قلقان على انه يكتسب وزن اي راجل لما بيوصل لسن 35 صحيح 32 انا كمان بقيت مش عايزه بيتي يبقى مليان اكل دسم عارف الاحساس ده طب ادهم بقى بتتعاملوا معاه ازاي في البيت كلف. والله بص هي بالبركه بيشوفكم امتى رغم ان انا عندي اولاد كبار عمر طبعا وفيروز لكن ادهم مختلف تماما ايه بقى وجه الاختلاف لا صعب 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 اهتماماته مبكره كمان اخواته كبار فهو بيتعلم حاجات كبيره بدري صح فهو مثلا لسه من كام يوم بيقول لي بيشرح لي ايه النظريه اللي بنى عليها بيتهوفن موتزارت الاثنين كان بيتكلم عن الاثنين الفرق ما بين بيتهوفن وموتزارت لا اقسم بالله ما فهمت وبعدين سالت سؤال والله ما فهمت اي حاجه كم سنه سبعه بسم الله ما شاء الله قلت له انت بتعرف الكلام ده منين مسكت الخشب اهو قال لي يا عمر انا باخد كلاس ميوزك تفتكر يعني كلاس ميوزك هاخد فيه ايه انا واخده على حصه المزيكا بتاعتنا اللي احنا بنبقى فيها منطلقين يعني ما بيسمعش مهرجانات لا بيسمع طبعا كل حاجه يلعب يلا يلعب يلا طبعا طبعا لا لا امبابه امبابه امال ايه بيدخل بقى لا الجينات بتاعتي طبعا عبر القرارات طبعا ايه يا عم انت بتقول لي زيت الزيتون لا ده ليها علاقه بالهيلث لا 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 انا قلت الكلام ده عندي انت لما توصل ل 35 سنه زي ده برضه هتمشي على برنامج لسه قدامي كتير لسه يجي 5 سنين الراجل ده لسه قدامنا تين ايجر يعني طيب ما فكرتوش انكم تطلعوا مع بعض بس معلش في برنامج مع بعض لو في تن ماشي احنا معاك اهو معاك اهو نعمل ايه لا مش ضيوف قدموا مع بعض انا خاف منها على الهواء خالد يا سلام انت بتجاملها قوي يعني. قوي لا والله والله خاف عليها يعني ده انا ساعات بكلم طب طب قول ايه هتقول ايه مش عارف اوقات اقول لها يا شيري لو سمحتي في الفصل والله ادي لهم فرصه يتكلموا يا شيري هي ما بتديش فرصه لل لا والله لا 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 مش حقيقه لا خالد ابوس ايديك ضيعت لا مش حقيقه لا هو قصده حاجه طب سيبك انت من ده لا سيبك من ده المهم بتدي لك انت فرصه في البيت تتكلم لا بص هي انا طور وهي عذراء وانا بحبها اكتر ما هي بتحبني يا سلام فدي مش مصدقه فدي عامله ايه سنه بتقول مش مصدقه مش حقيقي دي عامله ايه والله العظيم لا هي برج العذراء انا بنصح أوكي. كل رجل تور كل شاب وكل فتاه كل رجل تور يتجوز عذراء من غير ما الستات اللي يعني جوازهم تور يزعلوا مني برضو من برج التور بس مراتك ايه حمل شهر 4 عشان اولجا تمشي بس حمل مش مشكله لا بس هي لا شيري برضه لك مفيش مشاكل شيري ممكن نعمل بنصحتك يعني لا اوعى شيري لا شيري صبوره جدا هي يعني هي بتقول لك هو بيبقى الصبح مكهرب زي اي راجل في مصر لا هي قادره جدا على استيعاب المشهد يعني ما اعرفش ده عشان برج العذراء ولا هي عشان من اهل الجبل كلها متربيه طب اكل جبنه بيضاء طب خلاص بقى عايز جبنه بيضاء لا يعني هي الحقيقه انها صبوره جدا وبتحتمل ما شاء الله عليها والله ما شاء الله بجد يعني ليه اخويا صغير
مثلا واحنا يوم الجمعه بنتجمع العيله كلها وكده، فمثلا لما انا اقفش على حاجه بدم تقيل وبعدين هي ترد فلاقي اخويا دي يقول لها الله اكبر عليك واد حبيبي الله اكبر الله اكبر انت مخلوقه له على فكره فانا اتكسف فيعني ده شهاده من العيله لا ما شاء الله ربنا يكرمها يا رب وفي ليله من ليالي رمضان الكريمه دي يكرمك يا شريهان يا حبيبي كرمني والله يا كرمني طب قول لي بقى انت بتحبها اكتر ما هي بتحبك زي انت بتقول لا لا انت سمعت لحظه واحده بس انا مش مصدق طبعا تركي بس علشان بتثبت حبك ليها ازاي مثلا اخر مره جبت لها هديه جبت لها ايه لا حبيبي والله في الحته دي يا ست انا بساله هو في بص انا هقول لك على حاجه والله حاجه اول مره اقولها والله ما تفكرش والله مش عايزك تجاوب بالعكس طيب اما عرفت شيري رغم ان انا كنت مديرها استغلت سلطاتك اتزنقت في فلوس لا بتهرج والله العظيم فعلا اقسم بالله لا ما هي مكسوفه ان انا هقول اتزنقت في فلوس فعلا اتزنقت جامد جامد يعني حصل ديزاستر في العيله وديزاستر في الشغل اللي كنت بشتغله فاتزنقت في فلوس فهي سلفتني ساعتها كم بقى 5000 جنيه بس إيه امشي حاجه بسرعه قسط مدرسه مش فاكر اي ما حاجه ما هي كانت رسمه على جواز بقى لا والله رسمه على جواز تسلفني وبعدين يعني ده كانت ايه يعني ف من ساعتها كل يوم اقول لها اي هديه اجيبها اي صح. حاجه اعملها كل يوم اقول لها انا بسدد انا بسدد رجعهم كتير انا بسدد ال 5000 جنيه اللي انت اديتهم لي ودايما ببقى فخور ان انا يعني من رجاله نادرين في مصر اتجوز واحده حلوه مسلفاهم مش صارفين عليها يعني ولا بتاع الله 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 لا لا ميرسي قوي يا شيخ انت مش اكرم منك والله اديني اظن انا بقى كده سددت ثالث ومثلث وليد بيقول ننزل من مزيكا كلاب ستوري ايوه يا وليد يا الله لا 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 الجبنه بعد اذنك طيب خلصت الجبنه انا ملاحظه ان انت ايه كنت رافض الاول بس انت ما جبتيش على سؤالي اخر هديه كانت ايه ايه ولا يعني إيه؟ كانت ايه طب كانت شنطه باين طب جاوب انت لا وفي كمان مش انواع الشنط لا مش هقول انواع إيه؟ ولا حاجه لا كانت سلسله ذهب برضو سلسلة ماركه كده معينه بس كانت لطيفه قوي بكام يعني 5000 جنيه لا لا غاليه شويتين الهديه لا الهديه مش بقيمتها لا بقيمتها بوزنها لا بقيمتها بالمصنعيه طب انت اخر مره جبت له هديه امتى بص خالد كان عيد ميلادي 12/5 بالظبط كده هو لا انا هتكلم 36 لا خالد طول الوقت بيحب اللبس يعني اجيب له لبس اجيب له قمصان بنطلونات حزمه شوزات لكن ساعات بقى ونضارات والحاجات دي لا لا يفضل يعني هو يحب اركز في حاجه واحده يعني مثلا انا يعني عن تجربتي الشخصيه مراتي ما بتحبش الذهب مثلا فانا مبسوط جدا ده انت اللي اقنعتها قلت لها بصي يا حبيبتي الذهب في مصر مش قد كده اكتشفت بعد ما اتجوزنا بحوالي 3 4 سنين انه كان في حاجه اسمها مهر وشبكه فكل شويه تقول لي فين المهر وفين الشبكه يا عيني عليك يا حبيبتي كم سنه يعني بتجيب لها ايه لا بجيب لها فضيات وحاجات زي كده الله برافو عليك والله العظيم لازم تقعد مع شيري شويه يا هحببها في الذهب لا 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 انا بحب الدهب لا 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 وبعدين بتعمل لي محشي وبتعمل لي حمام وبتعمل لي ملوخيه طبعا اكيد غزو روسي بس الروس عندهم محشي ما انا لسه عندهم بس بيبقى يعني كبير شويه مش زي عندنا دولمه يعني زي الدولمه بالظبط وبتاكل انت اكل روسي برضو صح انا بدوس مفيش مشاكل عندي ما شاء الله وان شاء الله كده يعني قريب نشوفكم في روسيا ان شاء الله عشان نشجع المنتخب ورسمه المنتخب ومحمد صلاح الاسطوره بتاعنا يعني ادهم شايفاه انت لاعب كره ان شاء الله يا رب ولا شايفاه ممثل لا بس هو بيحب رياضات اخرى غير كره القدم بيحب التنس بيعوم طبعا بيحب الفروسيه يعني ليه رياضات كده وبيحبها مش كره القدم قوي بس بيحب محمد صلاح قوي وهو فخور جدا ان اسمه ادهم خالد محمد صلاح اصل انا اسمي خالد محمد صلاح يعني جد ادهم اسمه محمد كان صلاح كان متجاهل خالص الموضوع ده بس دلوقتي بعد ابو صلاح بقى فبقى يقول اسمه بالكامل ادهم خالد محمد صلاح ادهم خالد مو صلاح مو صلاح شايفاه ايه شايفاه الحاجه اللي يبقى مستريح فيها يعني زي ما خالد قال كده انه ادهم طفل شويه مختلف يعني متساله نفسك تبقى ايه فيقول لك نفسي يبقى عندي شركه
كبيره، مبنى مش عارف عامل ازاي، والناس تبقى بتشتغل في ايه. يعني كنا دخلنا كوافير انا وهو شكله حلو قوي، فقال لي في الشركه بتاعتي هعمل صالون زي ده عشان مامته بقى تيجي اللي هو عشان الناس تبقى مبسوطه. لا هو عنده افكار، لا هو ما يعني افكاره مش وظيفيه، يعني مش عايز اطلع دكتور مهندس لا هو بيقول عايز اعمل بيزنس يعني بيعوض النقص في حياتنا، عارف اللي هو ايه، واحنا بنشجع ده يعني. ربنا يخليه يا رب. طب مفيش مره مثلا، هرجع للشغل تاني، مفيش مره مثلا خالد مثلا مشى حد من الشغل والحد ده لجأ لك مثلا؟ بيحصل يعني. بيحصل يعني غالبا بتبقى بنانيت والنبي استاذ وكلمني بس هو برضو المهنيه عنده انسانيات عظيمه جدا. بتبص لي ايه بتبرق لي؟ لا لا بالعكس انا بسمعها بس انا مش فاكر فبسمعها فقلت مش فاكر؟ لا مش مهم خلاص بقى مش هقول لك بقى. يعني بيحصل حاجات زي كده. بس هو طبعا انت ما تقدرش ترفض لشيء. لا مش حقيقي، لا لا مصلحه الشغل عنده اهم. انا بساله هو ماشي الهان مال. لا طبعا زي ما قلت لك انا ستيل برضو، ودي حاجه بقولها على طول، انا بفتح الباب لاي حد، اي حد يجي، لان في ناس يعني جم صغارين مش يمكن مش راكبين على جو الجورنان وهم صغارين، فجاه هم دول اللي عملوا مجد الجورنان. يعني انا عايز اقول لك انه الناس اللي خدوا جوائز كبيره في اليوم السابع زي مثلا جائزه دبي، ودي جايزه مهمه جدا في الصحافه، ناس يمكن كانوا ايه مش الاقرب لي عارف، فلكن واخدين فرصتهم كامله. صحيح. وده اللي بيخليني يعني حاسس بالفخر. يمكن ما هماش مثلا ايه مش ظاهرين في المشهد، مش اشقية بيتنططوا. لا لا خالص. تبص تلاقي مثلا اسماء شلبي دي اللي واخده الجائزه الاخيره، اقسم راحت دبي وهي مش عارفه ان ليها بدل انتقال، ليها بدل سفر، هي مش عارفه يا عيني حبيبتي، وجايبه جايزه مشرفه جورنالها وكل حاجه وكل سنه وهي طيبه وعيلتها يا رب. فيعني الناس تاخد فرصه دي اهم حاجه. طب نرجع للحاجات الشخصيه. مين جبنة كان ممكن بص انا بص انا عامل لك عايز تركي عامل لك تكوين خليها هنا بقى خلاص خد انت من تاخد السوسيس ده لا ماليش في السوسيس لا ماليش فيه سيقع. طب خد بقى على قد عندك هات 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 ماشي انا بقى مثلا ما اكلش اللي انت عامله ده خالص يعني انا بيني وبينك انا جربته اللي هو بقى تشيكن رانج لو ما كانش صدر ورك ما ايوه صدر ورك ما اعرف. طيب كنت عايز اسالك على ايه؟ والله انت نسيتني نخلص دي حاجه على ايه؟ على الاكل؟ لا على الشغل. لا مش الشغل، على الحياه. واحنا صغيرين ايوه السينما واحنا صغيرين طبعا اكيد كان فيه ممثلات كده كنا نتمنى انهم يكونوا يعني ايه فتيات احلامنا. مين كان فتاه احلامك من الممثلات؟ سعاد طبعا. سعاد مش فتاه الاحلام يعني القيمة الكبيرة يعني بحبها حب طبعا زي كل المصريين جنون. سعاد طبعا الله يرحمها. بس سعاد كان ليها بصمة أكبر. كانت سعاد طبعا. طب ومن الفنانين بقى؟ راغب علامة. راغب علامة طبعا. ايوه راغب علامة في فترة يعني والله. مين تاني؟ مش عرفت مخبية حاجة قولي. ما احنا في رمضان ويعني الكذب حرام. انا باكل لوحدي خد بالك يا عم. لا يعني انت قلت لي هنروح على الترابيزه وناكل هناكل هناكل. مين غير راغب علامه يا شيري؟ لا مش عارف مين تاني بس راغب علامه يعني. لا انا عارف واحد يعني هيو جاكمان. لا احنا مالناش دعوه بالاجانب. لا هو معقدنا للاجانب ده جرافيكس. بص يا باشا هيو جاكمان ده ليه قصه معايا حتى صورته في لا 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 مش للدرجه دي. لا هيو جاكمان ده ممثل طبعا عظيم ربنا يشفيه بقى اللي كان مريض. هيو جاكمان ده ليه فيلم بيظهر بقى فيه بالبادي بيلدينج بقى بالعضلات بالحاجات دي. فانا قاعد انا والشيري عادي في امان الله وبقى البادي بيلدينج ده طلع وهو اساسا انا اساسا معجب بيه. لا هو ممثل عظيم. فبقى بتقول لي ايه شايف ده شكله حلو قوي في المشهد ده. فانا ده جرافيكس على فكره. ده جرافيكس. لا سرعة الرد كان عظيم. ده تمثيل. ده جرافيك على فكرة. طب في هيو جاكمان ده بتروحوا السينما مع بعض؟ بقالنا كتير ما عملناش كده طبعا. بعد
الكيبل الجديده بتاعت الافلام مش عارف، بس قعده السينما مختلفه شويه. بس احنا بنعمل الطقس ده في البيت. يعني بس في البيت يعني هتمسك لها ايدها في البيت يعني. والله السينما ده احنا بنمسك ايدها في كل حته يعني عشان رمضان والهوا مش لا احنا دي هتودينا في داهيه. لا ده احنا ايوه لا ده احنا اصحابنا بيقعدوا يتريقوا علينا والله. والله يعني يعني عايشين قصه حب يعني مستمره الحمد لله. برضو عشان هي احلى وانا بحبها اكتر وكيف انا مدي لها الرعايه فهي يعني بتتجاوب معايا. دي هتفع وهي برضو اللي جايبه لك العدسات اللي انت لا شيء انا بجيبه لا شيء حتى العدسات لون عينيك اللي انت يعني بتفضل الاخضر اخضر وجايبه له جراي في ازرق فكر عدسات لا عدسات ولابس عليها نظاره طب ما انا برضو عشان اللون وانت كمان بالذمه ده شكل واحد صعيدي مش عارفه انت زي من سوهاج سوهاج من قلب سوهاج فيها ناس جميل بس ملونين كده ايوه انا شفت ناس في ناس من المنيا ملونين كده لا المنيا فيها ما اعرفش ازاي الصعيد برضو طيب كل المحبه لاهل الصعيد وكل سنه وانتم طيبين. المنصوره لا انا منوفيه انا باشا منصوره شايفه ليه طيب اول مره طلع نضاره على الهواء طيب نحبس بالشاي يا ريت والله طب ممكن لازم نشرب شاي بعد الجبنه انا هعملهم لك دلوقتي يعني هتاخدهم معاك تكوي بقى خلاص الشاي هنا ولا هنا هي الجبنه دي حادقه ولا جبنه ايه حلوه قوي حادقه دي ايه نوعها ايه دي يا اخي بس غريبه قوي انت اكيد انت خبير في الجبن لا يعني ما هي براميل طعم البراميل بس ما اعرفش بس انتوا شارينها اكيد يعني نبقى نسال الشيف ونجلاء شيف خالد صح؟ شيف جلال شيف جلال نبقى نسألك عن نوع الجبنة دي قبل ما ننسى يعني مش عارف بس بجد ممتاز لا ده خدوها تيك اواي يا جماعة خلاص يعني ماشي مش مشكلة مش هنتكلم بجد عايزين لو عايزين شيف جلال يعني تاخدوه كمان معاك صليتكم نايم طيب يلا للشيف نحبس بالشركة يلا هنروح هناك؟ يلا بينا جالنا الشاي عشان نحبس في الشاي نجلاء جابت لنا شاي ده عادي صح تبرد صاج ها تقيل ده تسلم ايديك يا نجلاء تقيل ربنا يخليكي بتحبوا الشاي اكتر انتوا صح من القهوه بيعشق الشاي والشاي بتشربه عادي كده ولا كشري ولا كشري كشري بس ساعات بقى لما حد ما يعرفش يعمل له الشاي قوي يخش هو يقول له بص نحط الميه لحد العلامه دي بعدين نحط نلقى من الشاي ونحط السكر ونسيبه يقلب قلب ويقف بقى يشرف على الشاي لما بقى خلاص يبقى يعني شريب شاي خالص طبعا جدا جدا ميرسي يا نجلاء وانت قهوه ولا شاي يا لا انا اكتر قهوات يعني قهوات نسكافيه ونسكافيه والحاجات دي لكن مش شاي خالص خالد اليوم السابع اليوم السابع يعني رقم واحد دلوقتي الحمد لله مين رقم اثنين؟ بالارقام ولا بالترتيب يعني ما اعرفش اصل بالارقام الجاب كبير بالارقام الجاب كبير يعني الفرق ما بين عدد الصفحات هنا في المشاهده وعدد الصفحات بعد اللي بعدنا بعيد بعيد بس انا شخصيا بشوف انه المنافسين لو انت تقصد كده الاهرام منافس يعني للعراقة والقوة والمصداقية وكده وطبعا زمايلنا في الوطن برضو بينافسوا وزمايلنا الحقيقة في فيتو برضو بينافسوا على التوالي بيعملوا أداء عظيم بصراحة ومشرف جميل جدا طيب ايه التجربة اللي يعني نفسكم انها تكون في مصر تجربة حكومية سؤال ليك يا شيري يعني مثلا في الامارات مثلا في وزاره السعاده ايه اللي نفسكم يكون في مصر عندنا تجارب غير تقليديه كده لا انت غير تقليديه تبقى حاجه عظيمه برضو لو عندنا وزاره السعاده يعني تبقى حاجه جميله بس ايه غششت
اثبت لها حبك. انت قولي بقى. مش فاكره حاجه. انا ما سالتش. انت بتسالك بتسالني على الهوا. ايه التجربه يا خالد اللي تتمنى انها تكون والله حكوميه؟ حكوميه. انت شربت الشاي؟ بس انا هصب تاني بعد اذن حضرتك. ايه ده انت شايل اللوز ده بقى؟ لا ما هو انا واكل جبنه وخايف جدا من العطش. اقل حاجه عند خالد. لا تسلم يا باشا. هات البراد جنبنا بقى. ايوه دي مش كوبايه عمرو من بتاعتنا. لا ما انا عارف. وبعدين لو في الصعيد احنا في ضيافه الراجل الصعيدي ده شاي. بس الصعيد بيشربوا كده. ده مرجه. مرجه ده صح والله. اهو الشاي بتاعي. انا عندي وجهة نظر دايما كنت بقولها وحتى قلتها في يعني في لقاءات رسميه ان مصر محتاجه رفع معنويات. الشارع محتاج رفع معنويات. احنا الوضع الحالي فيه مواجهه بالصعاب بقوه. ودي حاجه كانت كويسه جدا ان احنا عرفنا حقيقه وضعنا الاقتصادي، وضعنا السياسي، وضعنا الامني، وضعنا العسكري. فالشارع عرف حقائق كتيره جدا كانت مستخبيه. ودي حاجه عظيمه ان الدوله تعلن وتكاشف. بس جنب ده عارف انت ايه لما واحد يا بلدنا كانت في وضعها صعب كده، عايزين حاجات وزاره تبقى مسؤوله عن اطلاق افكار دورها رفع المعنويات مش السعاده بس اللي هو ايه. لا يسوي كان. احنا نقدر نعمل احسن ونقدر نعمل حاجات اعظم ونقدر نطلق الطاقات والحاجات. هي دي اللي انا بتصور ان مصر محتاجين الوزاره دي محتاجينها. او زائد معلش انا اسف، انا بعتقد انه دور السينما اللي بتتفتح في المملكه العربيه السعوديه مع ما سيتم فتحه في بلدان اخرى في منطقه الخليج من دور للسينما دي يا جماعه اشاره لصناع السينما في مصر. خدوا بالكم يا جماعه، احنا كان عندنا مشكله في ان احنا عندنا دور عرض قليله، الاوضاع الاقتصاديه صعبه، احنا المفروض على الاقل عشان نخدم دور العرض دي لازم السينما في مصر تقوم بدور كبير جدا تحت اشراف الدوله بقى، خاص وزاره للسينما وزاره الثقافه تنشط في الموضوع ده. احنا المفروض ننتج على الاقل 100 فيلم في السنه جداد بدل ما احنا كنا بننتج 7 و8 المواسم اللي فاتت. بمناسبة السينما والإنتاج والحاجات دي، لو جاء مخرج كده قال لك أنا همثل فورا، لا عايز شيري ما لسه ممثلة مع زينة في رمضان ده. يعني ليك في سكة التمثيل؟ لا مش تمثيل، دوري في الحياة طبعا. طلعت بدور صعب جدا. وكان غريب شوية. طلعت مذيعة والله. كان أداء غريب. طلعت مذيعة، طلعت شيري زي ما لا مش تمثيل. لا كتير، خد مني كتير. لا طبعا أنا كنت مع زينة حبيبتي يعني مذيعه يعني انا شريهان زي ما انا يعني ما فيش حاجه كانت غريبه عليا. طيب انتوا فاكرين زمان لما كنا في الابتدائيه يعني انا وخالد يعني قصدي اكبر مني طبعا اكبر مني شويه طبعا لا انا اكبر منه فعلا فعلا هقول لكم بعد الهوا عشان بس المعجبات. زمان كان بيجي لي في الامتحانات اكمل النقاط التاليه. فاكمل النقاط التاليه يا استاذ خالد. خالد ولا شيري؟ لا خالد. رمضان من غير نقط يكون احلى. يكون من غير نقط؟ من غير ايه يكون احلى يعني نقط. حط كلمه مكان النقط. حط اوكي من غير ايه ده انا افتكرته يبقى يكون احلى. من غير حاجه يكون احلى. اوكي. لو والله هو لو الليل طول حبه والله يعني الليل يطول حبه والنهار يقصر حبه يبقى حاجه برضو ممتازه. طيب شيري برضو نفس السؤال. من عطش برضو العطش. رمضان من غير غير مسلسلات مثلا؟ لا والله مسلسلات لطيف. انا بحب المسلسلات بس من غير الاصوات العاليه الكتير قوي اللي بتبقى طالعه من الدورات الرمضانيه بتاعه الكوره اللي بتبقى حوالينا دي يمكن يكون احلى. لو اهدى شويه يبقى احلى من غير الصخب يعني. طيب خالد السوشيال ميديا نقط حياتنا الاجتماعيه افسدت طبعا ما فيهاش كلام. دي يا راجل جاي لنا ده انا لسه كنت قالع راسي دلوقتي وبدا على على الفيسبوك. لا طبعا افسدت، ضربت الخصوصيه، خلت يعني ما بقاش في حاجه يا جماعه سر. ومارك زوكربيرج ما شاء الله عنده كل حاجه يعني ماركات الفانيلات يعني كل حاجه. لا
لا طبعا دي ده ايه ده؟ على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا ماله عنده ماركات الفانيلات بتاعتنا اكيد. يعني عارف يعني كل حاجه. طبعا كل حاجه, كل حاجة. وهو وبعدين اكتشفنا هم الامريكان برضو اللي اكتشفوا ان بياخد المعلومات صحيح. دي كلها يباعها. فالسوشيال ميديا الحقيقه زائد ان السوشيال ميديا فيها مشكله كبيره جدا انها بدون رقيب قانوني. انا في الجورنان وحضرتك في البرنامج والاخت دي في البرنامج لو في غلطه على النيابة على طول. يعني ما بسم الله الرحمن الرحيم. لكن السوشيال ميديا لا. كلها شتايم. احنا في امبابه عندنا واحنا صغيرين كانت عيب يعني انها تتقال بصوت عالي. دلوقتي بتتكتب عادي. ده كلام عيب وتقل من قيمه الراجل. دي عادي بتتقال عادي جدا وبنات بيقولوها لبعض على السوشيال ميديا. مش شطاء. شيري افضل جورنان او موقع بعد اليوم السابع هو لا زي ما قال خالد سي ان ان بعيد. سي ان ان ممكن. لا ما بلاقيش مش عارف سي ان ان بس دي حقيقة يعني مش عشان بس هو فعلا كده بس دي حقيقة. انا قلت لك اني بحب الوطن وبحب فيتو وبحب لا انت قلت انت قلت والاهرام والمصري طيب. اليوم لحسن زمايلي يفتكروا حاجة بس هي عشان طيب. متربية في اليوم السابع فعنيها واخدة عليه. طيب خالد لا والله هو دي مشكلة رمضانية ده عايزة لا والله لا والله انا عارف عمرو اصل انت خد بالك هو هادي ولطيف وكل حاجة ويقوم ممهد لك الايه ده فانت تمشي عادي وتفكري هو بقى يقوم مطلع لا والله عمر هو حياتي كلها ابني البكر انا بحس ان عمر ده بالذات مديون له لان هو اتولد في ايام الاسى والجري والتعب والفقر وكل فهو عاش معايا المرحله دي يعني عاش واحنا صغيرين وانا عايز اقول لك الوحيد اللي ما يترفضلوش طلب عمر هو الكبير بس ما يتناقش معاه مديون له لا ابدا فيروز طبعا عارف ايه اجمل ما فيكي يا بنتي ان انتي في عينيكي من انتي حنان الام وكل سنه والملك طيب يا رب منير يا حبيبي والله يرحم صلاح جاهين طبعا صاحبي فهي بنتي و... يعني عارف بنتي وننتي وكل حاجه وهي سيده الرابطه الاولى وكل حاجه طيب ادهم شيء. طب انا برضو طب ولا هيقول انا لازم اقول ما انت ما قلت مرتين خلي بالك ده بيركز ادهم جدا صعب يعني انا عندي حفيده دلوقتي انا لسه عايز عمر ليلى يعني ليلى وجميله ليلى وجميله بنات عمر بسم الله ما شاء الله انا اعرف ليلى ما اعرفش ليلى جميله جميله لسه مولوده من فطبعا انا اتجوزت بدري وعمر اتجوز بدري وهو خلص بدري ادهم اتجوز بدري يا رب فلا ادهم ستيل يعني برضو ستيل عنده فلازم ادهم حبيبي ادهم حبيبي جميل تقول انت بقى ادهم لا ادهم ده العمر كله يعني عارف ده ربنا رضاني بيه زي ما بيقولوا حبيبي وعمري يعني بقعد معاه لسه ادهم مع احمد زويل الله يرحمه والله يا حبيبي رحمه الله عليه واحكي انت لا انت بتحكي ما تقولوا وتخلصوا لا هو دكتور زويل كانوا مع بعض وقت انا وقتها كنت لسه والده وشيري في المستشفى كنت انا مع دكتور زويل الله يرحمه كنا قاعدين فبقول له اصل شيري ولدت وكده وما كانش لسه عارف بقى شيري فقال لي مراتك قلت له بس دي انت عارف انا كان عندي اولاد كبار وكان عندي تجربه قبل كده وبتاع فقال لي يعني ده اول طفل من الحبيبه فبقى شيري بقى ايه صممت بقى تروح تحضنه وتبوسه علشان فاكر الجمله دي الله يرحمه الراجل العظيم جميل كل سنه وعيلته طيبه يا رب شيري اكتر شائعه اشاعه ضايقتك على خالد صلاح متحصلين احنا على طول شائعات حوالينا عادي يعني خالص عادي خالص يعني على راي زي ما قال خالد كده احنا متحصنين يعني من بدري جدا وخالد حواليه شائعات كثيره انت عارف هو راجل ناجح وطول الوقت مش واقف مكانه يعني طول الوقت دماغه خالد بيشتغل كما لو انه لسه صحفي صغير بيشتغل بنفس الحماس وبنفس الاصرار وبنفس ساعات العمل زي ما بقول لك يمكن اكتر ده عامل قلق لكتير من الناس يعني كتير من الناس شايفه انه الله
طب هو هيبطل يطلع فين وزي القمر ويجنن بياكل اكل هيلثي وعيني خضرة يعني لا في كتير اتجوز مذيعه فطبعا طول الوقت كلام كتير صغير عنده 35 سنه مثلا فطول الوقت الكلام حواليه كتير احنا خلاص ما بقاش يفرق معنا خالص جميل جدا الحمد لله انا وصلت عيالي من وانا صغير كمان نفس والله يا عم احياء وحق هذا الشهر الكريم صحيح ان انا حصنت اولادي من وانا صغير وانا لسه طالع كنت من الاهرام هبتدي بقى هاخد عامدي هنا جورنان فقلت لهم خدوا بالكم انا الفرق يبان خيط بس من صحفي الرئيس تحرير هتبقى فيه مشكله كبيره جدا فخدوا بالكم ممكن كل الحاجات تتقال فهم يعني حبايبي غيروا الاكونتات بتاعتهم على السوشيال ميديا عشان ما يبقوش نفس البتاع علشان ما حدش يغتت عليهم او كده واحنا عندنا البلد فيها استقطاب كان كبير جدا بعد الثوره مره صوروا فلول مره صوروا اخوان مره يونيو ويناير وكل الاستقطابات دي فده طبعا كله احنا في الاعلام بندفع ثمنه انت اكيد طب في حاجه عملتها يعني وندمت عليها في الاعلام او في الصحافه طبعا حاجات كتير حاجات كتير طبعا طب في حوار ندمت انك عملته حوار صحفي لا خالص لانه ده دور الصحفي ان هو يحاور ويقابل ناس ويتكلم لا عمري ما مهما كان توجهات الناس دول خالص طبعا طبعا من اول المحكوم عليه بالاعدام لحد واحد متطرف لحد واحد مجرم احنا بنقدم للناس المعلومه كامله زي ما هي وانت كتير جدا في الصحافه وده ساعات بيربك الناس ممكن تقابل ناس ما انتش متفق معاهم انت بتقدم برنامج فيه صحافه تلفزيونيه ممكن جدا اراء تتقال على الهواء انت مش متفق معاها بس مضطر تسمح لها في اطار ادبيات المهنه وقوانينها فكتير جدا طبعا حاجات لكن انا في حياتي في عندي اخطاء مهنيه او قرارات خطا او كده طبعا في يعني انا مثلا شاركت في تجربه في تاسيس واحده من شركات الاخبار وكانت اخبار كان عندي احلام رهيبه جدا وما لقطتش من الاول انها راح تجاره يعني ان ايه انا كنا المفروض هنعمل بقى وكاله انباء مصوره ووكاله انباء متلفزه وكده لقيت بعد شويه ازاي غاب عني واتعميت اني ما شفتش انه هو ايه بيزنس صغير وانا بقى كنت داخل بباشر وعمال اذاكر كتب بالانجليزي وطرق واليات البث وتاسيس غرف الاخبار استفدت بعد كده في اليوم السابع بقى من في تاسيس غرف الاخبار جميل جميل جدا انا طبعا يعني مستمتع جدا بالحوار لكن للاسف وقتنا بينتهي والفجر يعني والفجر والملبن والملبن كمان بتسافروا في العيد احنا عندنا رحلات دي ثابته بقى احنا طبعا احنا من العائلات اللي الاجازه مقدسه يعني نشتغل أجازة. نشتغل بس أجازة. لا طبعا زي الاجانب بس لا التليفون مقدس شغال أكتر. والشغل شغال بس والمقالات شغاله والمتابعه شغاله بس ده اجازه ايه دي لا ما انا هقول لك بنستمتع بيها ثانيه واحده لكن مثلا خميس جمعه سبت في الصيف لازم نبقى موجودين في مثلا في على البحر ده مقدس يعني اعياد مش لازم ما ينفعش بقى اني اخد شيفت في العيد اشتغل من بره بيشتغل طول الوقت لكن لازم نبقى موجودين مع العيد زي الاجانب زي الغربيين الاوروبيين كده حاسس ان بيأجزوا لا زي البشر زي البشر لازم هم اوروبيين ولا لا كل سنه السنه دي هيحصل كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم بشر كل سنه وانت طيب يا عم بجد طيب يا عمرو والله استمتعت والله انا بجد بشكل شخصي بالحوار الجميل ده وإن شاء الله مستنينكم السنة الجاية بإذن الله إن شاء الله علشان نتعرف على الجديد في حياة الثنائي الجميل ده خالد وشيري ربنا كل سنة وانت طيب عمرو بتشكر جدا انك اتحت لنا الفرصة انبسطنا ليا الشرف وان انا اظهر مع تايكون الشاشة ده على الهواء انت مين بيقول لك مين وكل سنة ومصر كلها طيبة يا رب ويا رب دايما السنة الجاية ان شاء الله بالخير وسنوات المشقة اللي احنا عشناها الفترة اللي فاتت اقتصاديا ان شاء الله يا رب تعدي وربنا يكرمنا كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين وأولجا طيبة دانيال حبيبي طيب انت طيبة وكل سنة وكل الناس طيبين يا رب اللهم امين وراضين وسعداء ومبسوطين شكرا جزيلا بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام نشوفكم بكرة في حلقة جديدة بإذن الله كل سنة وحضراتكم طيبين وتصبحوا على خير